مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا بكم في البث المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء، بالضبط من سوق النموذجي ديال المدينه القديمه لافارقه جنوب الصحراء. يعني معنا رئيس الجمعيه او رئيس الجمعيه المسؤول على هذا السوق هذا، كيوجه لسان شديد اللهجه للمجلس المدني، لان هذا السوق هذا كيعاني من عدم الاناره ازيد من شهر. يعني السوق اللي ولا كيتسد مع خمسه العشيه بحكم ان الظلام كطيح دغيا، الناس مابقاوش كيترزقوا على الله، كل شيء يطفي عليه الضوء، اللي عنده شي باتري راه خدام بيه، واللي ما عندوش راه كيسد المحل مع خمسه العشيه بلا ما يترزق حتى شي حاجه. كنتمناو بعد هذا اللايف هذا يتوصلوا معهم بحل، وهذه رسالتنا المسؤولين عن طريق هذا السيد هذا اللي غيوصل الصوت ديالو ان شاء الله. شنو المشكل عندنا؟ المشكل عندنا ديال الاناره ديال الضوء، لان السوق ما عندوش بنيه تحتيه ديال الضوء. السوق لا يتوفر على بنيه تحتيه ديال الضوء. وهنا كتعتبر دابا هنا الدوله كتاسس كتحارب العشوائي، وفي نفس الوقت هي كتاسس العشوائي. هذه من جهه. ثانيا هذا دابا الضوء مقطوع على السوق مده اكثر من شهر. اكثر من شهر تقريبا مقطوع الضوء. السوق كيعاني معاناه كبيره، كل يوم كيمر والا الناس ديال تجار السوق كيعانيوا يوميا. يعني والناس ديال تجار السوق عندهم التزامات ماديه واقتصاديه، يعني مشكله كبيره في هذا السوق هذا. مابقاش كيخدموا في راحتهم، مشاكل يعني كيتعرضوا لمشاكل يعني اقتصاديه ومشاكل حتى نفسيه. ولهذا تجار السوق حنا كنطلبوا من الجهات المسؤوله يعني تقوم بالواجب ديالها. حنا ما باغيش ماشي غيديروا فينا خير، هذا حق قانوني ودستوري وكل شيء هذا، يعني لازم خصهم. ودابا حنا درنا واحد طلب للسيده الرئيسه مجلس المدينه، وعندي الخبر بان توصلت بالطلب، والدليل على هذا انه كلفت واحد السيد ربما من المساعدين ديالها اتصل بيا بالتليفون وجا داير معاينه في السوق، وني طالع وقف على الامور كلها. يعني كانوا تحرقوا جوج ثلاث المحلات في السوق هنا بسبب الضوء، تحرقوا وبالفعل نيت وقف وشاو سيركوي سيركوي بنيه تحتيه ديال الضوء. ملي ما تكونش بنيه تحتيه كيكون داك الشيء منفق، غتكون مشاكل بحال هذا. شعلت عافيه في المحلات، وقف عليهم السيد ووريته المحلات اشارت فيهم العافيه. ودابا راه حنا دابا كنعاود نوجه نداء للسيده الرئيسه باش تسارع علينا في هذا الطلب ديالنا، باش تخرجوا للوجود، باش تنقذ هذا السوق. هذا السوق راه يعني راه معرض للانهيار ومعرض لمشاكل كثيره في هذا السوق هذا. وهذا السوق ماشي في مصلحه الدوله ولا مصلحه المسؤولين يتعرض لهذه المشاكل هذا، لانه هو هذاك اصبح محطه استراتيجيه ديال ما بين القاره الافريقيه والمغرب كقاعده تواصل. يعني هنا خاص تكون عنده واحد العنايه خاصه من طرف المسؤولين. السوق هذا شحال فيه محل تقريبا؟ فيه 220 محل. 220 محل؟ 220 محل ما فيه الضوء. حتى شي محل ما فيه الضوء. يعني كل نهار كيمر والناس كتعاني فيه يوميا، كل ساعه، ماشي كل نهار، كل ساعه. يعني هنا راه مشكله كبيره هذه. دابا حنا واش حنا الامور ديالنا سهله، راه بسيطه الامور ديالنا. الا كانوا هاد المسؤولين عندهم غيره على البلاد وباغيين يقادوا الامور ديالهم، راه ما كطالبين مستحيل، ما طالبينش المستحيل. راه مساله بسيطه قانونيه وانسانيه واخلاقيه، خص الضوء يكون متوفر عندنا على السوق. اصحاب المحلات في السوق النموذجي واش غير هما كاملين افارقه جنوب الصحراء ولا ما عندهم مغاربه؟ لكن مغاربه وكاين افارقه، وافارقه خوتنا، حنا بحالنا بحالهم، ما كاينش فرق بيناتنا. شحال الشكايات بغينا نقدم شي على هذا الموضوع؟ نقدر نقول لك بالكيلو قنطار. بزاف ديال الشكايات. نقولوا قنطار ديال الشكايات. جاوبوا على شي شكايه؟ حتى شي وحده ما جاوبوا عليها. كندير طابله مقابله للعامل ما كيجاوبنيش. حنا بحال ما عندناش، حنا ما عندناش العامل، حنا العامل على الناس الكبار، الناس المستضعفين ما عندهمش العامل. الهضره نهضر واقع. فهمتي؟ يعني حنا لا سلطه محليه لا عامل. يعني حنا دابا عندنا امل في هاد الرئيسه ديال مجلس المدينه، يعني على الاقل راه حاولت تواصل معنا، وعندنا بصيص ديال الامل. ولكن اللي كنطلبوا منها دابا ما كنوجه لها التحيه، كنطلبوا منها تسرع علينا بهاد الامور، وكنطلب كذلك من السيد ولي سعد هذا الرئيسه على المطلب ديالنا باش يخرج للوجود. فهمتي؟ وهذا هو المطلب الرئيسي ديالنا حنا. الهاتف ديالك 06 13
92 08 43.